راديو يا فم تونس الخنارة. هلا وسهلا بكم في نشرة الخنار من راديو يا فم الإبداع بالنشاط الرياضي. رئيس الجمهورية المعبد المنذر المرزوقي يزور اليابان بمناسبة انعقاد ندوة حول التنمية في افريقيا. يا فم حضرت على عين المكان واعددنا هذا التقرير. اليابان مهد الحضارات، فوكوشيما يوكوشيما ياماها سوزوكي بيجو، هذه البلاد الذي يقوم فيها باكرا للعمل الياباني. نعم إنه غير عادي، إن قمت مخر في اليابان يدفنوك. نعم يدفنوك. هذه البلاد الذي إن دخلت أنت وأنثى إلى السوق تعود بفتاة أخرى، نظرا للشبه بين كل اليابانيين أو قل بالأحرى الأسيويين. رئيسنا المرزوقي الجابوني، نعم إنه جابوني مزهروني، لأنه ليلا نهار يسهر على الاستثمار للدولة التونسية إلى جلب التنمية. كذلك المرزوقي الذي بعد عودته من تركيا صارت ثورة، وهو الآن في اليابان ربي تستر لبحث التنمية وجملة من المشاريع ربي يسترها ليصير زلزال مرة أخرى. شكرا زميلي سليم شوينغام. موافق الشأن الوطني أعزاء المستمعين، امرأة من منظمة فامن تعري نفسها أمام حماد جبالي في كندا احتجاجا على سجن أمينة. مراسل إيافام من كندا رصد لنا هذه الواقعة. أمينة فري أمينة لقيدو أمينة لفولو أمينة تشيبو أمينة ترويشو أمينة. ها من جا سكوا سكي سكا شكونو مالو هلا لا كرمال بمو شكولا. ويا سي حمادي غمض عينيك، لا يقول لك يغزل له معي ماك تعرف العلامة زعيم ذوك ما عندك بهم جاء الحاكم هزهم. هاني غمضت عينيا شي يوجع لي راسي، شنو طب لي جاء الحاكم؟ سي حمادي خي حتى تصوروا من الصحافة شوية. هم جو لحني قشعر خيت نفولو أمينة لقيدو. شكرا زميلي على هذا التقرير. وفي أخبار العالم أعزائي المستمعين، وفد تونسي في سوريا ميكرو يا فام واكب هذه الرحلة. يا هلا فيكم، شو جيت تطمنوا على ولادكم؟ ايه خايب زهرب بجارب جيتك بجناب الله، عندي ولد لاني بجارب سايبو. لك شو جابو؟ خايب رحمة مين كراو ختيرة وغروا بيه بجاه رب جيبوه. لك شو ادخول الحمام زي خروجو؟ جيتك بجناب الله ابو الشارخ خي، اردت انت تسايب من هنا ورحمة باب العيد يرجع لكم جمل، اذوكم راو ولادنا الكل مرحمة ذكرى مغرور بهم. لك شو مغرور بهم؟ ابو الشارخ خي برحمة منتك سايب. لك ما بتعرف الاغنية اللي تقول سيب الله سيب الله. يا هلا ومرحبا فيكم، بس انا والله ما فاهم حال سوريا، ورح اقول لكم شغلي. لك بتروحوا بولادكم ما عاد توروني وجهكم. باي. ورحمة طبي لعد ترين حتى في الاخبار معيش ترين بار طال خيراي. إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي نشرة الخنار في أمن الله و أمانة. راديو يا فم تونس الخنارة.